السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. إنه تكونوا سوريين لبعض وتوقفوا لأهلنا عند الشدة، فهي بذرة نحن عم نزرعها، وأكيد رح يجي اليوم يلي تنحصد فيها ونجني ونقطف هي الثمرة. اليوم رح نحكي عن جمعية من الجمعيات اللي عملوها سوريين لتحمل مسؤوليتها تجاه أهلهم السوريين، وهي جمعية قطاف الخير الإغاثية. تتطلع جمعية قطاف الخير أن تكون من رواد العمل الإنساني لبناء مجتمع واعي، وأن تتبنى قيم العدالة والإنصاف والتشاركية والموضوعية، مع التأكيد على أنه عملها هو عمل خيري وإنساني بيتمثل بتقديم المساعدة للمحتاجين بالداخل السوري بعد تقييم ومعرفة احتياجات ومتطلبات الناس. وآلية العمل بتكون بإيصال المساعدات المادية والعينية للعائلات المحتاجة بحسب الأولوية، وبتتحدد الأولوية بحسب الأكثر حاجة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والنزوح المفاجئ، والتعاون والتنسيق الدائم مع كل الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية، وتبادل الآراء والخبرات، وأعطاء صورة حقيقية وإيجابية عن الجمعية وأعمالها بصورة بتحفظ مكانتها بين مؤسسات المجتمع المدني. دعم الجمعية بالخبرات الفنية والموارد البشرية وإيجاد الخطط الاستراتيجية اللازمة، دعم المشاريع الاستثمارية والربحية اللي بتساهم بزيادة الموارد الإغاثية، الاستفادة والاستعانة بأهل الخبرات من خارج المنظمة بتنمية المشاريع الإغاثية والاستثمارية. من آخر أعمال جمعية قطاف الخير كانت حملة الشتاء 4 دفء ورداء، يلي وزعوا فيها عدد كبير من وسائل التدفئة مثل الصوبيات، الحطب، البطانيات، الألبسة الشتوية، المازوت، بطاريات ألواح الطاقة الشمسية وجرات الغاز، بالإضافة للمبالغ المالية والوجبات الغذائية. هاي الموارد اتوزعت للمهجرين من ريف دمشق لمدينة إدلب ومخيم عطاء بأطمة وقرى معرة النعمان وسرمدة والدانة وترمانين ومخيم أفس، بالإضافة لمدينة مضايا المحاصرة، على أمل أنه يضلوا أهلهم السوريين دفيانين ويكونوا إلهم سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.